يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن أحد طلبة العلم أو طلبة العلم المعاصرين ذكر عن شيخه فقال إنه حرر مسائل التوحيد تحريرا لم يسبق إليه، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسبقه إلى ذلك. يقول هل هذا الكلام والمبالغة كلام مقبول؟ ما ندري، خلوه يجيب لنا هذا التحرير ونشوفه إن كان تحريرا صحيح جزاه الله خير، وكم ترك الأول للآخر. ولكن إذا كان مجرد مدح وثناء هذا لا 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 يمشي ولا يقبل، لابد نشوف هذا التحرير معه. نعم.